مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في اولى حلقات برنامجنا يومين وبس. طبعا انا في البدايه احب اقول لكم ان انا سعيده جدا بعودتي لقناه المحور لانها بيتي الام، وانا اشتغلت في قناه المحور في بدايه مشواري الاعلامي. طبعا احب اشكر كل القائمين في قناه المحور واحييهم على الشكل الجديد للقناه ومجهودهم الرائع. أخص بالشكر الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور على تشجيعه لينا، وكان لي الفضل في ظهور هذا البرنامج على الشاشة. أحب أيضاً أشكر الدكتور محمد الماوي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للأوراق المالية الراعي الرسمي لهذا البرنامج. طبعاً كان متحمس جداً لفكرة البرنامج، لأن الاقتصاد لا يبتعد كثيراً عن حياتنا الاجتماعية أو الإنسانية. عايز أتكلم شوية عن البرنامج قبل ما نبدأ أول حلقتنا. برنامجنا يومين وبس هو رسالة لكل شخص يراجع نفسه ويحاسبها بما لها وبما عليها. برنامجنا هو رسالة لتصحيح مسار حياتنا وأفكارنا. وإحنا في زمن الكورونا ناس كتير رحلوا عنا، من أصحابنا وجيراننا وقريبنا، ناس كتير رحلوا فجأة بلا مقدمات، ناس كتير رحلوا في يومين وبس. إن شاء الله هنخرج فاصل ونلتقي مع أول ضيف في حلقتنا النهاردة برنامجنا يومين وبس، الكاتب الكبير والإعلامي الأستاذ مجدي الكلاب. فاصل ونرجع لكم مع قسم برنامج يومين وبس. مشاهدينا رجعنا لكم تاني، نرحب النهارده بضيفنا الاستاذ مجدي الجلاد الكاتب الصحفي الكبير. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا استاذه هند، نورتنا. ده نورك ونور مشاهدي المحور كله. الله يخليك. احنا قبل ما نبتدي البرنامج عايزين حضرتك تحلف قسم البرنامج. استاذنك. عيني. اوكي ازاي؟ اتفضل حياتك، هنقوم دلوقتي. أقسم بالله العظيم بأن أكون صادقاً في كل إجاباتي وتصريحاتي وكل ما أقوله في البرنامج، وأكون مسؤولاً عن كل ما يصدر مني من إجابات. حلفنا قسم؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا نبتدي بقى. أول سؤال ليك، أنت ليه اخترت مهنة الصحافة مع أنها مهنة البحث عن متاعب؟ هو سبحان الله حاجة قدرية من عند ربنا، أني من وانا صغير شوية كده بدأت أقرأ كتير، ولقيت نفسي في عالم القراءة والاطلاع والكلام ده، وتابع الصحافة والجرايد من وانا صغير. وتقريبا يعني تقدري تقولي أن أنا كنت بقضي معظم يومي في القراءة. أنت بقيت مشهور طبعا، الناس كلها عارفينك والناس كلها حابينك. إحساسك إيه؟ انت عشت طبعا فترتين، فتره ما قبل الشهره ما بعد الشهره. احساسك ايه في يعني ايه الاحساس المختلف ما بينهم؟ علشان اكون صريح قوي، انه ما قبل الشهره انا كنت حاسس بحريه كبيره قوي. وحضرتك عارفه انه النجاح اللي ربنا بيكتبه وبيوفق الواحد ليه والشهره والكلام ده تبقى قيد عليه مسؤوليه اكيد في تصرفاته وتحركاته، في كل حاجه، في كلامه، في 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 علاقاته مع الناس، في حركته والكلام ده. فبالتالي كنت شخص تاني. شخص انا احب الانطلاق، احب الحريه. بعد الشهره اللي ربنا كتبها لي، ودي نعمه كبيره جدا، حسيت ان كل حاجه محسوبه عليك. طب بما انك يعني من أصحاب الشهرة، إحنا كل العالم كله يعني في تجربة كانت صعبة جدا علينا طبعا، وإحنا ستيل لغاية دلوقتي لسه فيها، تجربة وباء كورونا. لما كلنا قعدنا في البيت، الشهرة دي شفتها إزاي؟ وكلنا كنا مهددين بالمرض، ومهددين إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل بكرة، وتحبسنا في البيت، كنت بتفكر إزاي؟ شفت ان كل، وبصراحه بقى زي كل، شفت ان كل اللي عايشينه ده وهم كبير.
انه فيروس لا يرى بالعين المجرده، وهذا الفيروس في وقت من الاوقات مثلا في نص الازمه كده تقدري تقولي 2 جرام الا ربع من الفيروس عدى العالم كله. حسيت ان الحياه ليست لها قيمه ولا ليها. انا من انت كتبت قبل كده انا من اصحاب النظريه دي طول عمري، انه الحياه دي اكبر وهم بلا قيمه، ولكنها قيمتها الاساسيه في المشوار اللي هتعمله في الحياه، المشوار القصير جدا. لان انا مؤمن برضو من قراءاتي وكده ان احنا ارواحنا كانت عند ربنا من الابد طبعا، ربنا اشهدنا ربنا اشهدنا عليها طبعا بالظبط. بصت في الارحام عشان نعيش 40 50 60 70 80 سنه 90 سنه، كل ده قصير. فانا شايف انه يعني دي فلسفه عندك، دي الفلسفه عندي يعني. إن في مقاله حاجه تستاهل في الدنيا. في مقاله انا لسه كنت هناقشك فيها كتبتها، طبعا انا مش هتكلم على عنوان دلوقتي، بس المقاله دي انا وقفت عند السطور فيها فلسفه غريبه جدا. حياه ليست افضل من الموت، اللي بيموت اي شخص يموت كأن لم يحدث شيء، ولا جفن يهتز ولا اي حاجه، وليست قيمه وليها قيمه. فحسيت ان دي فلسفه، ده مدخل حقيقي ما بتخافش خافش من الموت. ما هو ده مدخل لبرنامجنا. لانه يعني ربنا، لانه ربنا رحيم بينا جدا، مع ان احنا كتير قوي بيخافوا. مساله انتقال من حاله لحاله فقط، وهذا الجسد اللي بنخاف عليه يدخل القبر وياكل الدود هو ولا اي حاجه، لان الاصل في الروح وفي النفس بتاعتنا اللي بتروح عند ربنا. انا الروح، انا النفس، مش انا الجسد. الجسد ده رداء. دي شجاعه منك يا استاذ مجدي. يعني انا 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 في حاجتين خدموني في الحياه شويه، ان انا قريت كتير جدا في كل حاجه، في كل حاجه في الدنيا، حتى في علم النفس وفي الطب النفسي وفي الخلق وفي الكون. فأصبح ليك فلسفة خاصة. عندي أقدر أدعي أن أنا عندي رؤية للحياة. الحاجة الثانية أن أنا تجربتي في الحياة واسعة جدا، شفت الدنيا كلها. طب استعدت لإزاي للحقيقة دي اللي الناس بتهرب منها؟ يعني معظم الناس بتهرب منها. استعدت لها حقيقة الموت، يعني ربنا يديك الصحة ويدي للسادة المشاهدين كلهم الصحة يا رب والأعمار الطويلة، الله يخليك. استعدت إزاي؟ استعدت بحاجة واحدة بس مهمة جدا، أنه أنا إنسان بشر، يا ربنا خلقتني وانت عارفني كويس قوي، وان انا ممكن اصيب وممكن اخطئ، وبالتالي حتى لما بعمل غلط بندم عليه واتوب واقول مش هعمله تاني. بتعاتب نفسك؟ انا حياتي كلها مواجهه مع الذات وجلد للذات. انا بجلد نفسي اكتر ما بنتقد الاخرين. الفتره اللي فاتت قبل كورونا، قبل ما نخش برضو نكمل مقالتنا دي مهمه جدا، ما خفتش؟ يعني ما حصلكش هزه خفت احسن عليك، على الاسره، على اولادك؟ يعني قول لي احساسك ايه في الفتره دي. احنا كلنا كانت احاسيسنا يعني شويه كده، يعني كلنا كنا مضطربين. اللي يقول انه ما بيخافش يبقى كذب. خفت. لان ربنا خلق الخوف معانا درجات بقى. اكيد خفت، اكيد خفت على اولادي، على اخواتي، على مراتي، على كل ما خفتش على نفسك؟ خفت على نفسي، ما ينفعش ما اخافش على نفسي. لازم اخاف على نفسي. يعني اذا كنت انا مؤمن وعندي رؤيه وفلسفه ان الموت ده ليس حاله ماساويه للدرجه دي عند اللي بيموت، اللي حواليه طبعا بيتعذبوا وبيبقى عندهم معاناه الفقد، لكن اكيد الواحد بيخاف على نفسه ويلبس ماسك ويعمل الكلام ده وكده. بخاف على نفسي اكيد. ايه القرارات اللي ممكن تاخدها في يومين وبس؟ يومين بس كتير. لو انا مثلا دلوقتي قاعد مع حضرتك وجات لي مسج انك هتموت بعد يومين، بقى ايه القرارات؟ لا قدر الله. انا مش بسميها موت على فكره. انتقال. انا بسميها ان انا ماشي. اول حاجه هكتب اخر مقال. ده انا كنت هسالك السؤال ده. بص انت يعني كنت هقول لك ايه هو اخر مقال ممكن تكتبه. ايه هو اخر مقال؟ هكتب اخر مقال، اقول عنوانه كده هيكون انا ماشي. فهقول فيه 3-4 حاجات مهمين جدا. ان انا مجدي الانسان كان امين وصريح مع نفسه وصريح مع الناس جدا، حتى لو اغضب البعض، لانه الحياه قناعات. يعني انا ممكن اكون عندي قناعه ووجهه نظر في قضيه ما مختلفه عن الاستاذه هند. طب ما نزعلش مع بعض، نزعل ليه؟ الاختلاف لا يفسد خالص. ما هو انا مختلف، ما هو ربنا خلينا مختلفين.
الحاجه الثانيه ان مجد الانسان ده ما جرحش حد. مش هتعتذر لحد في يومين وبس؟ يعني لمراتي. ممكن نسال ليه ولا؟ طبعا. ولا هي طبعًا. عارفه؟ لا ممكن لا تكون انت مش عايز تقول حاجه بس هي عارفه. لا هي عارفه وانا عارف وممكن لو مش عايز. لا ربنا عارف. اعتذر لمراتي. تعتذر لها وعن كل شخص في حياتي، ولادي، اخواتي، اصدقائي المقربين. ان مجدي ساعات لانه مدمن شغل وبيحب الشغل جدا والمهنه دي مديها حياته كلها فممكن اغيب عنهم فترات. يعني انا عايز اقول لك عشان الوقت. بتعتذر عشان الوقت؟ عشان الوقت، علشان كمان الاهتمام ممكن. طب ده على يعني على في نطاق الاسره. طيب النطاق بقى الحياه العامه، القارئ المصري، المشاهد المصري، ممكن تخيلي، ممكن اعتذر لكل واحد في مصر انا صدمته برأي. مين اكتر حد غالي عندك او اثر فيك ورحل فجأة يعني بدون مقدمات، أو بتفتكره في أزمات معينة، أو ممكن تفتكره في يومين وبس؟ ما فيش حد غير أمي. الله يرحمها. أمي الله يرحمها ماتت في لحظة فجائية، لأن أمي قصة فجأة. هي قصة تتعمل دراما. يعني أم عندها 7 أبناء، 3 صبيان زي ما بيقولوا و4 بنات، وتبقى مريضة جدا سنة 2007 ومش قايله لنا خالص، ويكون عندها البنت الاخيره اخر العنقود روحيه اختي، فتجوزها وليله زفافها بس تقول انقلوني مستشفى. بس ازاي هي مريضه ومش قايله لكم؟ يعني ما تعرفوش انها مريضه خالص؟ كانت للدرجه دي كتومه؟ معدتها كتومه، كتومه جدا، وبتاخد ادويه. اتاري في سرطان في المعده واحده. لا حول الله. بقول لك يا ماساه، لا حول الله، معلمه فيها لغايه دلوقتي. فتيجي على نفسها وتتحامل على نفسها عشان دي المرأة المصرية على فكرة اللي موجودة في كل بيت، صح، علشان تجوز، تؤدي أمانتها، تزوج بنتها الأخيرة، يبقى 7 ولادها اتجوزوا. فبتضغط على نفسها عشان تضغط على نفسها. وبعدين وإحنا قاعدين ليلة زفاف أختي آخر العنقود الصغيرة، فتقول يا أولاد أنا تعبانة نقليني مستشفى. فجأة نقلناها المستشفى، قالوا يا جماعة ده كانسر، ما خدتش 12 13 يوم. القصه دي تجربه القصة صعبه. القصه دي مأثره فيها جامد، انها كانت مريضه واحنا ما نعرفش انها كانت مريضه معده. فاحنا اختي اللي عايشه معاها تقول ده التهاب في المعده، بتاخد الادويه بتاعتها. طبعا بعد رحيلها الله يرحمها اكيد بيبقى شريط. طب هي كانت ازاي بتتصرف كده؟ ازاي كانت بتتعامل معانا كده؟ انا هقول لك اعتراف، انا اتكسرت مع رحيلها، لانه رغم ان ابويا كان عايش الله يرحمه مات بعدها بـ1.5 سنة، لكن انا منطقه الام عندي خاصه جدا، يمكن كنت اقرب واحد ليها. وبيقولوا لي ان انا في الشخصيه مشابه ليها شويه، لكن في الشبه ابويا. لكن في الاخر يا استاذه هند، احساس بانك الشخص الوحيد اللي عامل لك توازن في الحياه هي الام. مشي. والمشكلة انك ما كنتيش عارفة وهو عايش ان هو اللي عامل التوازن، وخصوصا لما يمشي فجأة لما تبقى أصعب. علشان كده هقول لك برضه اعتراف، يمكن ما اعرفوش حد في الكون كله إلا أنا، لما بتعرض لأزمات في حياتي من سنة 2007 لغاية دلوقتي 13 سنة بروح لها. بتروح تزورها لوحدها؟ لوحدي، ولا أحد يعرف، ولا احد يعني، ولا اخواتك ولا حد، ولا اي حد، ولا حتى السواق. بتروح تعمل ايه يا زلمه؟ باخد العربيه واروح. تتكلم معاها؟ بروح اتكلم معاها. بقالك كام سنه على كده؟ 13 سنه عملتها في ال 13 سنه مثلا 10 12 مره، تقدري تقولي كل سنه مره مثلا كده. بتحس وانت خارج من عندها انها سامعاك وانها حساك؟ اتغسلت. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه. أنا عايزة أخدك كده في حتة تانية. قول بقى. قول. أولاً أنت ابتعدت عن الشاشة، يعني أنت اشتغلت لمدة 11 سنة كمذيع. أنت فين؟ أنا أهو قاعد. لا أنت الناس أولاً. أنا هقول لك على حاجة. أنت وحشتهم جداً على فكرة. ربنا يخليك ويخليهم. هقول لك على حاجة.
انا خدمني في التلفزيون جدا ان انا جاي من خلفية الصحافة، انا صحفي، ولما بغيب عن التلفزيون بشتغل مهنتي اللي هي الصحافة. يعني انا ربنا انعم عليا ان انا غير اي مذيع، مذيع لو ما اشتغلش في التلفزيون بيقعد في البيت، بينما انا اشتغلت تلفزيون لان انا صحفي، فبالتالي برجع للصحافة زي ما انا بشتغل دلوقتي صحافة. لكن أيه بس قعدت 11 سنة غبت عن التلفزيون ليه؟ بقى لي سنتين تقريبا. أيوة. لسبب مهم جدا، لانه في فترة من الفترات كانت التلفزيونات نفسها والمحطات الفضائية بيتعاد هيكلتها وملكيتها وانتقالها وحاجات زي كده، ما كانتش في امور كتير واضحة. بالظبط لكن انا وحشتك الشاشة يا استاذ مجدي؟ اكيد التواصل مع الناس. خلي بالك ان الشاشة بيقولوا في علوم الاعلام والميديا انه الوحيد اللي بيكسر حاجز الحاجز النفسي بين المتلقي والصحفي او الاعلام هو التلفزيون. لكن لما القارئ بيقرا مقاله مجدي كاتبها فهناك حاجز في الفهم ربما، لكن التلفزيون الشاشه دي هي غير موجوده. ده انت لما تطلعي في التلفزيون انت قاعده في الانتريه مع او في الصالون مع المشاهد. احنا معانا فيديو انا عايزاك تشوفه وتعلق عليه. نجح في الصحافة ولم ينجح كإعلامي، مجدي الجلاد أم خيري رمضان؟ مجدي الجلاد نجح في الصحافة أكثر. نعم نجح في الصحافة بلا شك. بالإعلام كيف كان؟ كيف أدى دوره بالإعلام؟ شو اللي كان ناقص عنده؟ كم طيب، ناقص الكاريزما، أصل دي شاشة يا رغبة، ما فيهاش يابا حميني. يعني قبول، شاشة وقبول وتاريخ. مش معقول أنا أبقى أحمد بهاء الدين، هو في أعظم منه؟ ما كان يجلس على الشاشة ليقدم حوارا على الشاشة أحمد بهاء الدين، مش هقولك مجدي الجلاد. مجدي استسهل الأمر لكنه كتيب، ولما أقول كتيب أستاذ مفيد بيقول أستاذ مجدي الجلاد كتيب لكن ما عندوش كاريزما في التلفزيون، هو استسهل الامر. أيوة. ايه رايك؟ ما نجحش في التلفزيون زي ما إيه سمعنا كده. هو بيقول كتير، هو قال ما نجحش كمذيع لكن طيب. هو في الصحافه طبعا يعني اشاد ان هو ان حضرتك كتيب زي اللغه اللي هو قالها. ايه رايك يا دي وجهه نظر لازم احترمها جدا، ولازم اقول ان انا لو كان الاستاذ مفيد فوزي بيقول ان انا في الصحافه رقم مهم جدا وكتيب وغيره والكلام ده، في ما فيش حد قال لك قبل كده الكلام ده يا استاذ مجدي؟ يعني كان اول مره حد يقول لك انت ما عندكش كاريزما؟ لان انا الناس بتقول ان انا عندي كاريزما. لكن الاستاذ مفيد في هذا التوقيت كان زعلان مني. يعني هو عشان كان زعلان فقال الكلام ده؟ اصل انا حلفت الصراحه. طب اعمل ايه؟ كان زعلان منك ليه؟ بسبب موضوع مشهوره جدا الوسط الصحفي. مدام فاتن حمامه، كل الوسط الصحفي عارفها. يعني بسبب الموضوع ده؟ بس انا ما قصدتش ازعله عشان نشرت. طب ايه السبب عشان نقوله برضه؟ اقول لك السبب. انا عارفه السبب بس خلينا نقوله للمشاهدين. انا كنت صديق شخصي جدا 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 للسيده فاتن حمامه العظيمه. وانا بقول طول الوقت ان انا وقلت لها ده ان انا عاشق فاتن حمامه من وانا قد كده لغايه ما اموت. وقلت لها وانا قاعد معاها، قلت لها انا لو انت مش متجوزه انا اتجوزك. وهي كبيره، وهي ده قبل ما تموت بثلاث اربع سنين. وكان ممكن ايه فدقت لك؟ اوكي اي موافق موافق. وقلت للمدام قلت لها الوحيده اللي ممكن اتجوزها عليكي فاتن حمام. فالمهم ده عشقك يعني؟ عشق. فانا انا 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 في الواقعه دي انا كنت عامل حوار كبير جدا بعد غياب تسع سنين عن الاعلام كله والصحافه مع السيده فاطمه. اجريت حوار مع في المصري يوم، انا رئيس تحرير المصري يوم. وكلمتها قلت لها، قالت لي انا بحبك يا ابني، بحبك يا ولد، بحبك. فروحت عملت معاها حوار. قلت لها طب انا عايز اعمل معاك حوار. قالت لا في الاول. في الاول ليه؟ قالت لي عشان انا ما عملتش حوارات بقالي تسع سنين. قلت لها طب ما انت لازم ترجع. المهم اقنعتها ورحت عملت الحوار، وعملت منه تلفزيون كمان واتذاع في التلفزيونات لان كان اول ظهور لفاتن حمام. والحوار في المصري يوم كسر الدنيا. بعديها انا اسست الوطن سنه 2012. ف انا حاجه ماليش ذنب فيها، وارجوك يعني ما تشيلوش من ده عشان ده دي قصه. نعمل ايه؟ لا ما تحذفوش من لا هيطلع كله يعني. حصل ايه بقى يا استاذه هند؟ ان انا قاعد فيهم
في صحيفة الوطن، رئيس تحرير صحيفة الوطن وقتها بقى لها سنة ولا سنة وشوية، وكانت وصلت انها بتنافس بقى المصري اليوم. يعني كانوا بيقولوا ان مجدي بينافس نفسه. ماشي. فلقيت مدام فاتن حمام، كنت بكلمها كل اسبوع اتنين، اروح ازورها اشرب معاها شاي وهي ساكنه في التجمع. وانا عملت حوار مع الاستاذ مفيد فوز؟ لا انا ما اعرفش. اتصلت بيا، اخبارك ايه، عامل ايه، انا كل تمام، وهي في دار الحق ونحن في دار الباطل، وفي شهود على دي. تمام. فقالت لي بعد اشرب قهوه معايا. قلت لها حاضر. فرحت قلت لها قاعدين نتكلم مش عارف ايه الكلام ده، قلت لها طب في زاويه كده ممكن نعمل منها حوار؟ قالت لي اوكي. فاتصلت بالمصور بتاعي، مصور فوتوغرافي بتاع المؤسسه، قلت له تعالى صور. عملت معاه الحوار. الكلام ده تقريبا كان يوم الاثنين. هي فنانه ذكيه جدا جدا. فانا ماشي وعملت الحوار، قالت لي على فكره الأستاذ مفيد فوزي كان هنا من 3 أيام وعمل معايا حوار. فأنت لحقت بقى قبل دلوقتي. أنا عايز أسألك سؤال، هي مش السبق الصحفي ده أساسات أساسات عمل الصحفي؟ كنت لسه هقول لك. فأنا رحت خارج من عندها، رحت منزل الحوار، ورحت منزل الحوار، سهرت عليه للصبح، ونزلته تاني يوم اللي هو 3 بالليل. فده سبب زعله منك إنك سبقت. أب الدنيا اتقلبت وهو زعل جدا واشتكى لكل الناس، ازاي مجدي يحرق الحوار بتاع اللي انا لسه ما نشرتوش، كان هو انشره في المصري وانا نشرته في الوطن. طيب انا عرفت فيما بعد ان الاستاذه الفنانه الكبيره سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه ما عجبهاش الحوار اللي قاله الاستاذ مفيد معاها. طب هي ليه ما اعترضتش؟ ما قالتلوش ليه ما تصوروش؟ الخجل ما لا هي هو حوار صحفي. يعني ما تنشروش. ما تقدرش. فقالت اجيب مجدي عمل معايا حوار قبل كده كسر الدنيا. فهي اللي كلمتني قالت لي تعالى، قالت لي تعالى. رحت عملت الحوار. طبيعي لما اعرف ان هند وانت صديقه وزميله عزيزه عملت حوار وانا عملت حوار، حياتك كده هتزعله مننا تاني. طبعا هو حق رد مكفول، لان هيقول لك يعني حوارك احسن من حواري. يعني لا 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 المساله مش كده. لا هو الموضوع ده اكتشف خالص. لا هو اكتشف أستاذي. الحقيقه دي ولا هو اول مره تسمعها؟ يعني اول مره تقولها؟ الحوارين موجودين. لا انا قصدي الناس كلموني في التصريح. التصريح اللي حضرتك بتقوله ده هو سمعه قبل كده ولا اول مره؟ اعتقد انه سمعه. ده اول مره. اعتقد انه سمعه من ناس قريبين مني. انما في الميديا لا يا فندم. كلمني فنانين كبار، منهم مثلا انا بقول لك على الهوا هو الاستاذ عمر زهران المخرج التلفزيوني الشهير ورئيس قناة النايل سينما سابقا، كلمه مفيد وكان زعلان مني جدا. يعني هو ده السبب في التصريح؟ ربما، لانه جه في نفس الوقت. بس عشان كده انا ما رديتش على التصريح ده. لانه قال، لانه خلي بالك الحوارين اتنشروا، انا نشرته في الوطن وبعديها بفتره هو نشر في المصري اليوم. القارئ بقى هو اللي يقول انهي حوار افضل ولا مش افضل، لكن انا في الاخر بتعامل مع فاتن حمامة. بس انت حضرتك يعني خدت السبق الصحفي. انا ما بهزرش. في الصحافة ما بهزرش. إن شاء الله نستضيفه. يرد طبعا. في حلقة من الحلقات ويبقى يعني حق الرد مكفول. وكلمه عمر زهران. وهنكلم عمر زهران. أستأذنك نطلع فاصل. فضل. نرجع نكمل تاني. اتفضل. رجعنا لكم تاني مشاهدينا، نكمل حلقتنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ الكبير مجدي الجلاد. أستاذ مجدي، عايزين نتكلم شوية عن الصحافة. قلت قبل كده في تصريحاتك إن في ناس حاولوا إقصائك من العمل الصحفي. مين دول؟ كتير. زي مين؟ يعني فترات من قبل يناير 2011 وبعد يناير 2011. ليه؟ سياسيين كبار جدا جدا في النظام الحاكم يعني. يعني انا ده ساعه الثوره ولا بعد قبل الثوره؟ قبل الثوره. قبل الثوره. يعني انا من لما المصري اليوم مثلا اسسناها ومسكتها من 1/1/2005 وبعدين سنه 2/3 طلعت جامد جامد جوه. ده عشان نجاح المصري اليوم يعني؟ لا نجاح المصري اليوم، نجاح المصري اليوم وتأثيرها في الناس خلى ناس من أركان النظام، نظام حسني مبارك يقلقوا منك،
يقلقوا تبقى في حاله عداء مباشره. طب كم مره طلب اقصائك من؟ اربع مرات. لسه بقى اربع مرات. كلهم اربع مرات. اربع مرات منهم مره كان قرار. وتصدى لي. قرار من مين؟ من الدوله. كان واصل فوق قوي الحزب الوطني، كل الحزب الوطني، كل قيادات الحزب الوطني والاجهزه اياميها والرئاسه. وانت قلت برضو ليك تصريح ان الاجهزه في فتره ما كانت عايزه تولع في مجدي الجلاد. اكيد طبعا. ايوه، ايه السبب؟ السبب اللي كنت بكتبه واللي كنا بنعمله المصري اليوم ساعتها، والمعارضه اللي هي فيها، او هي جريده مستقله وكانت بتعارض. احنا في المصري اليوم افسدنا قوانين كانت هتطلع، يعني كشفنا عن قانون البث الفضائي اللي كان عامله الوزير انس الفقي، وكان سري جدا ومنه اربع نسخ في مصر، حصلنا عليه ونشرناه فاتحرق. وفعلا يعني اتقال ان انس الفقي طبعا مع حفظ الالقاب يعني طلب من صلاح دياب في اجتماع ان هو ده حصل قدامي، وكان قدامك كنت موجود قدامي انس الفقي كده زي ما بيقولوا في مصاحات بعد ما انس الفقي كده، صلاح دياب كده، نجيب طلب صويرس اقالتك كده من رئاسه تحرير. بشكل واضح. وكان رد ايه لصلاح دياب؟ اللي عمل المعركه يوميها المهندس، انا بقول الحقيقه، المهندس صلاح دياب، مهندس نجيب ساويرس. اذ فجأة واحنا قاعدين المهندس نجيب ساويرس قال، طلع نجيب ساويرس، طلع اعصار منه، بص لأنس الفقي وعمل له كده، قال له شوف احنا مجلس اداره المصري اليوم، هذا الرجل رئيس التحرير ولن يقال ولن يتم تغييره، هو انتوا الحكومه عايزين تشيروا وتحطوا زي ما انتوا عايزين، وما تقولش الكلام ده واحنا رافضين ده. وطلع اعصار، انا نفسي كنت مستغرب نجيب ساويرس طلع الطلعه دي بالشكل ده. واعملوا اللي انتوا عايزينه. وانا كنت لسه هسالك، المهندس نجيب ساويرس على طول بيساندك، يعني ايه سر العلاقه اللي ما بينكم وبين بعض؟ اولا صداقه وثقه شديده جدا من سنين، لانه احد المساهمين الكبار في المصري اليوم، تقدري تقولي من 15 سنة. وأيضا متهيألي هو برضو مؤمن بيا ومؤمن بيه أنا. وأونا وأونا دلوقتي أونا نيوز اللي هي فيها مصراوي لحضرتك فيها رئيس التحرير، المواقع دي هو الأونر بتاعها، هو الملك بتاعها. هذا الرجل رجل. أنا بقولها أهو رجل رجل. ومن واقف جنبك يعني. ولا جنب الناس كلها وجنب الحق، مش مسألة مجدي بس. هو مؤمن بيا وأنا مؤمن بيه. وبالتالي هو حد كمان كمالك لوسيلة إعلام لا يتدخل على الإطلاق، طالما في حد واثق فيه لا يتدخل على الإطلاق، ما يتصلش كل يوم أو يقولوا انشروا لي ده أو اعملوا لي ده. بالعكس، هو في المصري اليوم وهو مساهم فيها تم نقده والهجوم عليه وشتمه في بعض الأحيان، فكان يبعت رده زي أي قارئ، زي أي حد. هي علاقة ثقة، يعني ما كانش بيتدخل بحكم انه هو احد الاونرز او احد وهو الملك الوحيد دلوقتي لأونا نيوز اللي انا برأس تحريرها بكل المواقع اللي فيها، ما بيتدخلش، لا يتدخل على الاطلاق، نتكلم ونقعد اصدقاء. طيب انا بجري طبعا سمعي عشان اكمل موضوع انس الفقي. قال له مش هيحصل واعملوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تشيلوا رئيس التحرير، هنقفل الجرنان ويقفل المؤسسة بالضبة والمفتاح ويلا بينا، ويكاد يكون يعني فأنس بقى يشد فيه طبقه اقعد والكلام ده. ده خد قرار نهائي كده يا كده يعني. طبعا انت مش ممكن تنساله الموقف ده خالص، ولا انساله مواقف كتيره جدا وقف معايا فيها. طيب عايزين ننتقل لمرحله تانية يعني برضو حصل فيها فيها شويه قلق. اتحاد الكوره. يعني كان ليك تصريح قلت اتحاد الكوره بيدار بنظام السبوبه. وانا عندي ملفات. طيب ليه ما قدمتش الملفات دي؟ انا قلت كل الناس عندها الملفات بتاعه الفساد. لا انا يا ريت ممكن ينزلوا لنا التصريح. ما قلتش كل الناس، قلت جالك. انا عندي الملفات دي جالك. ده كان ايام مجدي الجلاد، اتحاد الكره يدار بنظام السبوبه وملفات فساده جاهزه. بالظبط. عند كل الناس، لكن المشكله فين؟ ده كان ايام اعتقد انه ايام خروجنا من بطوله الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في مصر لما اتغلبنا من جنوب افريقيا واحده. انه ما حدث في كاس العالم 2018 في روسيا وما حدث في بطوله الامم الافريقيه استوجب المساءله القانونيه. ليه؟ لانه انا برضو مؤمن بانه
انا وحضرتك نعمل اللي احنا عايزينه. برضو حضرتك ما جاوبتش على سؤال. ما انا جايلك اهو. السؤال على الملفات دي ليه ما قدمتهاش؟ يا فندم انا اللي اقدمها ازاي؟ كان مصر كلها عارفاها. لا في انت قلت ملفات الفساد جاهزه. اللي حصل في اللبس اللي حصل في غرف الملابس قبل ما يسافروا والغرف اللي اتكسرت قبل ما يسافروا كاس العالم وخدوا اللبس وخدوا الحاجات وسونوا عربيات هو ده مش جاهز ومصر كلها عارفاه. اللي حصل في روسيا يعني اذا الحاجات اللي عندك اللي هي اللي عند اللي هي كل الناس. الناس انت عاجبك ان في كاس العالم 2018 يبقى سكن الفرقه بتاعتنا كله عيال صغيره بيلعبوا معاهم وبتصوروا معاهم والفرقه هتلعب بكره في كاس العالم انك تشيلي اسم مصر كانت مهزله. كانت مهزله. عايزين نروح مرحله تانية من الحوار. المرحله برضو انت يعني عانيت فيها كتير جدا مرحله زمن الاخوان. عندي اكتر من سؤال. يعني في كان بعض التصريحات ليك قلت ان نظام الاخوان او الاخوان المسلمين عملوا صفقه مع الرئيس مبارك، عملوا صفقه مع النظام. ايه هي الصفقه دي وكان امتى بالظبط الصفقه دي؟ الصفقه دي حصلت بعد سنه 2000 اللي هي الانتخابات، عشان حزبي تأسيس حزب يعني بعد انتخابات البرلمان المجلس الشعب الإعلامي اللي خدوا فيها 17 أو 18 مقعد في سنة 2000 والصفقة كانت في انتخابات بقى 2005 اللي هي بتاعت البرلمان لما خدوا 88 مقعد سابوهم في المرحلة الأولى من الانتخابات ونص المرحلة الثانية يعملوا اللي هم عايزينه فوق أنه الأرقام اللي كسبوها كبيرة فوصلنا لحاجة و70 مقعد فلو كملوا نص المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة هيدخلوا على 150 مقعد 170 مقعد فهي دي كانت الصفقة وكانت صفقة كمان قبليها سيبنا نظام مبارك سيبنا الإخوان نشتغل في البيزنس برضو كان ليك تصريح ده في فيديو معانا بتتهم وده جوه أنا جوه رجال الأعمال الإخوان سيبنا نشتغل بيزنس مليارات طب هل هم رجال اعمال بس مقابل ان احنا نسيب لك الدوله نسيب لك الحكم دي صفقه برضو دي الجزء الثاني من الصفقه طبعا انت لو لاحظتي في فتره من الفترات في سنين معينه كده اسماء من الاخوان بقوا بيج 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 بيزنس مان طب انا ليا سؤال هنا برضو ما احنا شفنا اسماء ثانيه يعني مش من الاخوان يعني هل كان نظام رئيس أسماء مبارك مش من الاسماء بس اسماء مش من الاخوان عادي طيب الإخوان دي جماعة جماعة محظورة وهي العدو الأساسي ليك لنظام الحكم فطبيعي أنك ما تدهمش المساحات في السياسة وفي التجارة طب تفتكر والفلوس. كانت ليه المساحة دي؟ المساحة كان ابعدوا عن السياسة شوية خدوا البيزنس واشتغلوا بيزنس واشتغلوا بقى في ويطلع بقى حسن مالك ويطلع أسماء بقى كبيرة جدا في وخيرت وكل دول بيشتغلوا في خيرت الشاطر هددك فعلا بالحبس لا ده كان بيهددك؟ كتبت مقال لأنه هددوني قبل الثورة النظام وبعد الثورة كانت التهديدات مباشرة كده خيرت الشاطر كان في مؤتمر وهم في 2012 فقابلوا المحرر من الوطن اللي أنا كنت برأس تحريرها قال له عايز تصريح وكام ده قال له أنت بتشتغل فين؟ قال له في جريدة الوطن قال له بلغ مجدي الجلاد إن أنا بيني وبينه طار 4 سنين هحبسه ال4 سنين وايه مش معنى 4 سنين لانه انا اللي كنت كشفت ما هو بص شوف كل ما بتعملي شغل في الصحافه انفرادات وحاجات كبيره جدا بتعمل حاله طب ده بيفجر اعداء تفجير بيفجر اعداء ايام فاكره ايام العرض العسكري بتاع ميليشيات الاخوان اللي في الازهر ايوه اللي نشرناه في المصري يوم احنا اللي كشفناه لما نشرناه انهم عملوا عرض عسكري في الازهر تم القبض على قيادات الاخوان منهم خيرت الشاطر وخدوا قضيه عسكريه اياميها واتحبس 4 سنين. فهم عشان كده العدد هو ده اللي بسالوه لك اشمعنى العدد؟ انا مش عايز احبسك انا انا بسجل وقائع حصلت في الشارع في جامعه الازهر. فقال له عندي طار معاه 4 سنين هحبسه 4 سنين فكتبت مقال عن طار خيرت الشاطر معايا وكتبته ما كان يقدر يكذب قال للمحرر قول له هحبسه 4 سنين خليه يجهز شنطته. وكتبت مقاله برضو اسمها للذين يريدون راسي تقريبا يعني دي انا قريتها كانت برضو انا واحد في مره كنت شجاع جدا يا استاذ مجدي في المقاله دي يعني انت بتكتبها اثناء يعني كانت في ظل حكم هقول لك سر اه ساعة
سنة 2012 نهاية 2012 والإخوان كان محمد مرسي ساعتها هو الذي يحكم كان رئيس الدولة المصرية. بعديها عرفت بقى اللي حصل بعد ما مشيوا من الحكم وقامت ثورة 30 يونيو 2013 طلبوا من الأجهزة في الدولة ملف مجدي الجلاد 3 مرات فيروح لهم الملف في كل حاجة عن مجدي الجلاد يقولوا لهم طب ما فيهوش حاجة اللي هم الراجل ما عندوش حاجة اللي هو يحبسوني يعني حاجة عملتها مع الحكومة سرقت ارتشيت عايزين فيرجعوا لهم الملف يقولوا لهم شوفوا تاني يرجعوا لهم تاني لتالت مرة قالوا لهم ما عندناش حاجة عليه إخوان يعني الأجهزة قالت لهم ما عندناش حاجة تحبسوا نعمل لكم إيه تمام دي الواقعة الأولى الواقعة الثانية حرق مقر الوطن مرتين طبعا أيوة لدرجة إنهم فضوا الطفايات بتاعة الحريق في الدور الأول وحرقوا الدور الأرضي عشان اللي نازل كله يتحرق يعني أنت كنت وانتد مطلوب يعني منهم الحاجة الثالثة إن الكشف فقبل 30 يونيو بأيام الكشف اللي راح للسيد وزير الداخلية وهو عايش وربنا يديله طولة العمر اللواء محمد إبراهيم قبل ثورة 30 يونيو الكشف اللي راح له من محمد مرسي مع أيمن هدهد مسؤول الأمن في الرئاسة علشان يعتقل الناس ديت كنت أنا رقم 9 أو 11 إن أنا يتم اعتقالي ولما رفض وزير الداخلية ما كنتش خايف الفترة دي لا يعني لما يكون انت يعني كاتب صحفي وبتكتب في عمق القضايا كانت الوطن طلع عشان ضد الاخوان بيقولوا كده ما كنتش خايف تختال ما كنتش يعني في فرق من تهديد انا وفرق وانت ماشي ونازل وطالع وقاعد ده حقيقي بص عديت الفتره دي كانت لما تتحبسي او تموتي عشان قضيه مؤمنه بيها انا ما بخافش لا بس انت لسه بتقولي انا كنت يعني برضو الإنسان بيبقى من جواه طبعاً خايف طبعاً يحصل له حاجة تحسب لكن بالزبط. مش خايف حياتي واقفة يعني أنا في مرة راجع من مدينة الإنتاج الإعلامي وأنا اللي سايق وبالليل الساعة 1 بالليل بعد البرنامج وماشي على الطريق الواحات ومعايا خير رمضان صديقي وأخويا على التليفون بنتكلم وأنا مركب السماعة لقيت عربية قدمت جنبي في الضلمة وبيني وبينها نص متر وبيعمل كده يا نهار أبيض والوحده كنت والوحدي في الضلمه قلت لخير يا خير انا هموت لان في حد عامل عليا طب وحصل ايه ولا اي حاجه لما دققت فيه لقيته بيعمل لي كده يعني كنت بتشوف تهيؤات عايش في وسط التهديدات وبتاع اكيد مستهدف طيب ماشي معاك حد امن ليل ونهار وقدام البيت حد امن عارفه لكن في الاخر العمر جاب الله وفي الاخر احنا بشر وبنخاف وبنقلق وبنحس وبنعمل حاجة طيب احنا معانا فيديو اخير بالنسبه للفيديو عايزين نشوفه الاخوان اللي طلعوا ده وبيهاجموني بيه كانوا عاملين صفقه مع النظام الحاكم نفسه ساعتها بتاع مبارك ان هم يورثوا الحكم لجمال مبارك بعد والده مقابل الاعتراف ليهم بحزب السياسي انا بقى ما كنتش بقول الكلام ده بقول لو جدع جمال مبارك يدخل انتخابات الرئاسه كمواطن بعد رئيس مش والده ده مشهور قوي التصريح ده وكان تصريح الصفقه اللي كانت بين الاخوان يا الحزب مقابل جمال ايوه ما انا كنت لسه هكملك بقى الجزء اللي حياتك بدات فيه فقلت هو ممكن يرشح نفسه بس بعد والده ما يخرج بره وده على فكره بعض الاخوان ايامها هاجموني عليها وهاجموني عليها بعديها فقلت لهم يا جماعه ده انا كنت اكتر واحد جريء في مصر في فتره طبعا مبارك. طبعا ان انا بقول كده جمال مبارك عايز ترشح نفسك للرئاسه خلي والدك مش موجود في الرئاسة وسيد محمدين جه رئيس جمهورية رشح نفسك بعديه وورينا شطارتك لكن ترشيح نفسه وأبوه موجود ملوش معنى ملوش معنى لكن خلي مثلا أياميها قلت السيد حسني مبارك كبر ومش عايز يرشح نفسه تاني ممكن يرشح نفسه السيد عمر سليمان مثلا وبعد كده هو يرشح نفسه وبعد كده بقى رشح نفسك ورينا ساعتها بقى يا استاذة هند لو جمال مبارك نجح وابوه مش في الحكم زعل منك جمال مبارك غزبي كتير والله كتير بس انت يعني لما انا زعلت كل الناس تقريبا احنا في يومين وبس بقى بنحاول نصالح الناس دلوقتي والله يسامحونا برضو ليا سؤال يعني خطر ببالي دلوقتي حضرتك نعيت الرئيس الاسبق حسني مبارك اكيد وكنت زعلان عليك جدا وقلت ان انت يعني طبعا. كنت بتقول له مفيش مره قصفت فيها قلمي او ده حقيقي يعني
كان بيبقى الويف الموجة عالية عليها جدا من حسني مبارك وتيجي عند نقطة كده وتقف، اللي هي فكرة نقطة ايه، ان السيف جاي السكينة جاية هتقطع. مرضاش ما كانش، وعرفت بعد كده مرتين اتعرض عليه الموضوع مرضاش ان هو مجد يقعد بقى خالص ويتسال من الرئيس، قال لهم لا مرضاش يبقى في اقصاء. كان كان بيحبني، والدكتور زكريا عزمي انا قريت لقيتك حسيت ان انت بتتكلم رغم كنت مع ان في كنت معارض، كنت أنا معارض، انا عارفه كان بيحبني. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، احيانا معارضتك وهجومك ونقدك والكلام ده وكده بيكون رجل زي حسني مبارك حاسسها، فيقول لك هو بيقولها باخلاص، مزودها غلطان في الحته الفلانيه مش واخد باله، بس هو شايف ان انا مش بقولها بغرض باغراض، مش بقولها بنيه كذا، انا بقولها بنيه صادقه، فبتوصل يا هند والله. على فكره انا بشوف ان الناس الوطنيين هم اللي بيتكلموا من جوه يعني، وممكن يكون الكلام معارض ولكن من غيرته ومن من حبه لبلده يعني، انا بشوف كده انا يعني على فكره صح. يعني انا كنت مليون في المية كتبت صح. مقالات كتير يعني برضو ليا فيها نقد وفيها، بس انا ببقى غيرانه قوي وببقى عايزه حاجه كويسه قوي، انا بحس بده. في مشهد شهير قوي 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 بيلخص الحاله دي، هقوله لك في 30 ثانيه. اتفضل. في مسلسل دموع في عيون وقحه بتاع عادل امام، لما قال له تاخدها جاسوسه على كان محمود، لا كان محمود الجندي اخوه وعادل راح بلغ فمحمود في رأفت الهجان كمان في كان بيقعد يشتم ويهاجم الحكومة على القهوة، فراح بلغ عنه، فالموساد ضابط الموساد بيقول له أخو محمود الجندي ده نجيبه جاسوس أحسن من عادل إمام. قال له لا، خلي بالك الحانق الغاضب من الحكومة وبيرفض الحكومة. على فكرة ده كان في رأفت الهجان محمود عبد العزيز، أكثر وطنية ممكن، لما كان عايز ده يجنن اكثر وطنيه، اكثر وطنيه اللي هم اللي هو، لكن هات اللي شاري دماغه لكن اللي بيقعد يقول الهزيمه وهزيمه 67 ولازم نعوضها والحكومه عملت كذا، ده اللي بيبقى صعب كسره، ده ما تجيبهوش جسد. طيب انا في فيديو طبعا اخير هنتفرج عليه وناخد تعليق، وبعديه في مجموعه صور هنعلق عليها. حاضر. انا ما فيش قضيه بيني وبين ايمن نور على طول. نعم. انا عندي حاجه واحده بس، بتبيع مصر بكام؟ بس مين اللي بيدفع لك؟ قال حاجة غريبة جدا أستاذ أحمد، وأنا سألته فشل في إنه يرد عليها، عجز. قال أنا كتبت في التقرير اللي كتبته إن هو زار زيارات متكررة قطر وتركيا. فرد في مداخلته التلفزيونية وأنا معاه المداخلة، في المداخلة قال إيه؟ قال أيوه أنا زرت قطر وتركيا أكثر من مرة في مؤتمرات. فسألته سؤال، هل لم يتم دعوة أيمن نور لمؤتمرات طول الشهور اللي فاتت إلا في قطر وتركيا وصدفة اللي هم ضد مصر؟ قال إيه؟ يعني سكت؟ سكت. يعني أنت موجود في بيروت وشخصية سياسية ودولية، أنت عامل نفسك طيب بتسافر دول كتيرة، إشمعنى ما سافرتش أي دولة في العالم غير قطر وتركيا اللي هم ضد مصر؟ ليه؟ ومرات مختلفة وشهدت في الدوحة أكتر من مرة. اشتغل حساب مين؟ قطر وتركيا وأمريكا طبعاً. وامريكا طول عمرها امريكا ليها دور. ايمن نور اشمعنى؟ يعني تصريحاتك اللي في اللقاء ايمن نور بتقول له بتبيع مصر بكام؟ لمن يدفع اكتر؟ ايمن نور وانا مسؤول عن هذا الكلام. ايمن نور لمن يدفع اكتر؟ لا تفرق مع مصر ولا تفرق مع الدوله ولا تفرق مع الشعب ولا تفرق اي. بصي انا موافق ان الناس ان حد ممكن ما يصدقنيش في الكلام اللي انا هقوله، بس انا بطلب حاجه واحده بس، اي حد كده يعني حتى مش لازم باحث، يجيب قصه حياته ومسيره ايمن نور من اول ما اشتغل صحافه لغايه دلوقتي واشتغل سياسه، هيلاقيه راقص باليه بلدي من اكل الموائد، يعني راقص باليه بلدي ومن كل حاجه. لو حكم مصر اي حد، اي حد ممكن يبقى. هقول لك على حاجه، بس هو كان ايام رئيس مبارك كان في كان راقص باليه برضه، كانوا بيستخدموه. هو يعني دخلوا انتخابات الرئاسه في 2005 كان ده، واللي حصل في الوفد في الجورنال وفي الحزب واللي عمله بعد كده وكل تنقلاته من هنا لهنا لهنا، ايمن نور ظاهره. لو تحب سريقة. تبعت له رساله استاذ مجدي تقول له ايه؟ اقول له بعد كل انت طبعا حياتك عارف تطورات طبعا قناه الشرق وقناه مكملين طبعًا تقول له ايه؟
عايز اقول له لو قلنا يومين وبس يا اخي، ربنا ربنا هو اللي حط اعمارنا كلنا، ممكن انا وانت نموت في دقيقه. ارجع لربك، مش هقول له ارجع لبلدك، ارجع لربك. هتروح لربنا ايه وانت بتحاول تهدم دوله وامه ووطن رباك تربيت على تراب وله فضل كبير عليك؟ يبقى هدفك الاساسي ان تهدم هذه الدوله وهذا الوطن. 100 مليون مصري عندك ما يفرقوش في حزم الدولارات، حفن الدولارات. على فكرة البيع سهل جدا، بيع الشخص لنفسه سهل جدا. قول انت اي حد يقصر انا عايز ابيع نفسي، في مليون واحد هيشتري، ومليون جهة ومليون دولة ومليون جهاز مخابرات. لكن التمسك بجمر الوطن والدفاع عنه، وانك تدفع ثمن في فترات الازمات اللي عشناها طول عمرنا السنين اللي فاتت، ده اللي صعب. دايما يقول لك، دايما يقول لك طريق الشر سهل، طريق الخير صعب، بس لانه محفوف بالمكاره. انت ليه انت في علاقه ما بينك وبينه؟ يعني هل قبل هو ما يسافر ليه ما نصحتوش؟ ليه ما اتكلمتش معاه؟ كان ليه دايما هو راي مختلف عنك؟ كنا دايما مختلفين، ولكن دايما نتخانق كمان، لكن في حدود حتى هو على الهواء في مره وانا مدخله مداخله اتخانقت، بقول له ايمن، قال لي انا اسمي الدكتور ايمن، قلت له يبقى تقول لي يا استاذ مجدي. يعني انتوا كنتوا على اختلاف على طول، طول الوقت، ومش اصدقاء يعني. ممكن نتقابل ونتكلم، وممكن يكتب، وممكن اعمل له عادي. طيب احنا طبعا وصلنا لاخر فقره، مجموعه من الصور استاذ مجدي. انا عارفه ان الحوار كان طويل. لا لا تحت امرك. احنا طبعا محتاجين اكتر من حلقه حقيقي بجد، يعني دي اخر فقره لينا. مجموعه من الصور هنعلق عليها، وعايزه حياتك تعليق يعني سريع على كل صوره، سريع من غير تفكير. طبعا من افضل الصحفيين اللي في مصر، ودايما بيقولوا ان انا وهو بنتنافس، وبيقدم في التلفزيون في مناطق مختلفة تماما، في السينما، في التراث، في الدين، في الفكر، في الثقافة. أيمن صديق، إبراهيم صديقي وأخويا، وكنا مع بعض من كام يوم. نتمنى له التوفيق. إبراهيم نافسنا بعض كتير جدا في الصحافة، بس لما نقعد مع بعض في بيته أو في بيتي أو لا، إحنا إخوات. كنت عنده في بيته قريب يعني، بنقعد بقى، هو ضحكته جميلة بحبها. نشوف الصورة التانية، يا ريت صورة الأستاذ نشأة الديه. نشأة الديه زميل برضه، صديق، وطريق مختلف. في ايه بقى؟ طريق مختلف في ايه؟ في التقديم التلفزيوني. هو عنده من طريق. مدرسة مين الأستاذ نشأة الديه؟ تقدري تقولي من مدرسة أحمد موسى برضه. طيب بس ده مش عيب، ده حقه يعني. لا مش عيب طبعا، لأن على فكرة ليه مشاهدين الأستاذ نشأة، أكيد طبعا، والأستاذ أحمد موسى ليه مشاهدينه طبعًا. ويعني اعلاميين من مدرسة احمد موسى، واعلاميين متميزين. لكن طبعاً هو زي ما حضرتك قلت، انا عجبتني كلمه لما قلت استاذ ابراهيم كل واحد ليه طريق، كل واحد ليه مدرسه، وكل واحد ليه مدرسه. يعني ممكن برنامج ما او يعني انا ممكن اختلف مع حضرتك عليه، وغيري ممكن ممكن برنامج ما او صحيفه ما قناه او حد عايز يعمل صحيفه يقول لا ابراهيم عيسى المناسب لدي مش مجدي. بالظبط بالظبط. فنشأت ناجح وشغال وزي الفل، وليه مشاهدين وكل حاجة، كل حاجة ليها مدرسة. زي ما كان أحمد بهاء الدين مدرسة، ومصطفى أمين مدرسة، وموسى صبري مدرسة، ومحمود سلطان مدرسة، وسهير شلبي مدرسة. طبعا كلهم يعني علامات عمالقة عمالقة. أنا في نهاية اللقاء ده كنت أتمنى اللقاء يبقى بدل الحلقة 5-6 حلقات، لان الحديث معاك يا استاذ مجدي لا ينتهي. ربنا يبارك في حضرتك. واحنا اسره برنامج يومين وبس، يعني وقع الاختيار على حضرتك، لان فعلا الشاشه انت وحشتها جدا. ربنا يبارك فيك. وكلنا كنا عايزين، وانا الساده المشاهدين وشاشه المحور وحشوني جدا، وشرف ليا ان انا اكون على شاشه. الله يخليك. انا قبل ما اختم هسال سؤال اوامر اخير، معلش تحملني فيه. اوامر. لو في يومين وبس وصيتك ايه؟ هعمل وصيتين. وصيه لاولادي اقول لهم ان انا تعبت جدا في حياتي علشان احافظ على اسمي، وبعد ما اموت تبقوا زي ما انتوا عايشين تفخروا بيا وتقولوا انه كان راجل محترم. مش عايز ابن من اولادي او بنت يخجل مني. عشان كده دفعت ثمن كان سهل جدا، مش في طريق سهل جدا، ويحقق لي حاجات كتيرة، بس أنا دفعت ثمن عشان أبقى أحافظ على اسمي ما يخجلوش منه. الوصية التانية للمصريين،
للمواطن المصري. عايز أقول له بصراحة وياريت نتحملها مع بعض، إن حب البلد حب الوطن مش شعارات، حب الوطن عمل وإنتاج، وإن البلد دي تبقى كويسة جدا. أنا بحلم إن أنا قبل ما أموت إن شاء الله بعد يومين تبقى مصر أحسن بلد في الدنيا كلها. يا جماعة الحب ليس أغاني وطنية، الانتماء ليس أناشيد، الولاء ليس شعارات، والوطنية ليس شعارات، بالعمل. شوفوا الصين وشوفوا اليابان وشوفوا عايزين نشتغل أكتر. أولا الوصية الأولى أكيد طبعا يعني حياتك سبت لهم تاريخ مشرف وتاريخ هم يفتخروا به. أستاذ مجدي شرفتنا النهاردة، نورتنا، شرف لي. ومشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، نلتقي بيكم الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الميعاد في أمان الله.